مكانك منين عشان يكبسوا كبسه زي دي؟ والله يا بابا في كذا احتمال، يا مراقبين تليفون اشرف يا مراقبين اسماء نفسها. بص يا جمال، بصراحه من ساعه ما كنت عندي في اخر مره في العزبه انا ما كنتش عايزك تخرج، بس انت اللي اصريت. انت عارف يا جيم ان العزبه هنا امان ومحدش يقدر يهوب عندنا. ما انا شكلي فعلا هفضل قاعد عندك هنا لحد ما اشوف الدنيا بره فيها ايه. بيتك ومطرحك وكل اللي هنا اهلي ورجالتي، يعني اتحرك في البيت كانه بيتك بالظبط. تعيش يا بابا. اتفضل يا سيدي، ده اللي انت طلبته مني واكتر. مواعيد خروجه ورجوعه، مواعيد مراته، مواعيد الباص اللي بيودي حفيدته كيكي المدرسه ويجيبها من المدرسه، الدليفري بتاع السوبر ماركت، الادويه اللي بتجيلهم من الاجزخانه، ولو عايزني كمان اعرف لك عدد القمصان اللي بيوديها للمكواجي اعرفها لك. لا حلو كده يا بابا. ما قلتليش انت ناوي على ايه؟ والله يا بابا لسه مش عارف، بس مفيش حاجه هتخرجني من اللي انا فيه غير ابو العزم ده. هو ده اللي مدورها كلها؟ مش بالظبط، بس ده اول باب لازم اخبط عليه. طب افرض لقيت ورا الباب ده 100 باب. هفضل اخبط لغايه ما حد يفتح لي يعرف اللي عايز اعرفه. يما انت فاهم بقى اللي هيحصل. انا معاك في المشوار ده، وانا اكيد احتاجك. ياه ده احنا معنوياتنا بقت في السما خالص، وعامله لي نسكافيه وجايبهولي لحد عندي. وانا كان دمي تقيل قوي كده. ده انا كان نفسي اصورك وانت قافله من الدنيا يا بنتي، خفت اطول معاكي في الكلام تقومي تطرديني من بيتي. يعني ما كانتش هتوصل للدرجه دي. لا شكلها كانت هتوصل. انت عارفه انا كنت مرعوبه قوي على اشرف، ده الشخص الوحيد اللي واقف جنبي وساعدني من غير ما يكون عاوز مني اي حاجه. يا حبيبتي انت ما اديتيش لنفسك فرصه اصلا علشان تشوفي حد يساعدك ولا لا. هو في ايه؟ هو في حد حاول يساعدك قبل كده وما قلتليش ولا ايه؟ لا طبعا حد مين؟ بطلي كلام فارغ. لا شكلك مخبيه حاجه و... ايه ده؟ في ايه؟ البار الزفت بعت لي تاني. الغبي بعت يهددني تاني. التصوير بس وافقت علشان حضرتك وعلشان عارف انك عاقله مش هيدعو منك لا كده ولا كده. طب وبعدين؟ بعدين ايه؟ انا ولا يفرق معايا الحمار ده هيودي نفسه في 60 ده. معلش يا اشرف مش عايزك تزعل من بوبو، بس هو كان قلقان عليا مش اكتر. لا خلاص انا مش زعلان، انا فهمت، بس اللي مش قادر افهمه حاجه واحده يا جمال. اخرتها ايه؟ اللي حصل لك في المكان اللي انت كنت مستخبي فيه ده ممكن يحصل لك تاني هنا ويتقبض عليك، وانا معاك ممكن تهرب مره واثنين وثلاثه، بس لحد امتى؟ انا مش محتاج اسمع كل الكلام ده، كل الاسئله اللي جواك انا عندي قدها 100 مره. أنا عايز اللي حلها لي يوقف جنبي ويساعدني. معلش يا جمال، أنا آسف. مش موضوع آسف، أنا عارف إن أنت خايف عليا، بس لو مشيت بالطريقة اللي أنت بتفكر فيها يبقى بسلم روحي بنفسي. أنا قلت لك يا أشرف قبل كده اللي حصل ده بمزاجي مش غصب عني. ما ينفعش معاه لا قانون ولا أدلة لأنه أصلاً ضد القانون، فزي ما ابتدى كده لازم برضه يخلص كده. ماشي. طب لحد ما ده يحصل أنت مأمن لبوبو ده؟ واثق فيه يعني؟ انت بقى كنت بتشتغل يا فتحي؟ قول لي يا بوب، مفيش حد بيقول لي يا فتحي دي خالص. ماشي تشتغل يا بوب. هكون بشتغل ايه يعني؟ دكتور في الجامعه زي ما انا بشتغل دلوقتي، بس زمان كنت واحد من بين مليون واحد، دلوقتي بشتغل مع كبار زيك كده يا باشا، مفيش غير بوب واحد بس. طب ما تطمنش قوي كده. ايه يا باشا؟ بلغك ان حد زعلان مني؟ لا خالص، بس اوعى تشتغل شغلتنا دي وتطمن ابدا، عشان ساعتها مش تلحق تاخد نفسك. مش لسه بقول لك ما تديش الامان؟ يدوم الواجب يا باشا. قول لي يا جمال. ماشي يا جمال. ده معرفه قديمه بقى. الامن شغال معاه من زمان، عنده رجالته وسلاحه وبيسمع الكلام.
يا نهار اسود، ده الحكايه كانت بلد جوا بلد وامن جوا امن. هي طول عمرها ماشيه كده، بس محدش كان بياخد باله. قول لي صحيح، مين بقى اللي كانت معاك لما حطوا عليك؟ قول قول ما تتكسفش. هو قال لك؟ طبعا قال لي. هو ده بيسكت؟ لا دي حاجه تانية خالص. حاجه تانية خالص. بقالنا 15 سنه كل ما اسالك على واحده تقول لي حاجه تانية خالص. ماشي يا سيدي، حاجه تانية. ايه بقى ظروفها؟ اسمها ربا، مهندسه وموكله عندي. جات لي في قضيه كده. وبعدين؟ مش هقول لك بقى الكلام المحفوظ اللي هو كنت داخل الموضوع في الاول بهزر وبعدين قلب جد. انا من اول ما شفتها ثبتتني، ما بقتش عارف اتحرك يا اخي. بصيتها ليا وكلامها وطريقتها ولا ورايتها؟ ورايتها. والله البنت دي شكلها بتشتغلك، واللي عملته طول عمرك بيطلع عليك دلوقتي. عيب عليك. ماشي، المهم طمنتها عليك؟ اه كلمتها. وقول لي بقى، هي ظروفها من ناحيتك ايه ده؟ لا بجد انا عايز اعرف. ايه ده؟ ده انا؟ بص يا كومي، صوري منشوره في الجرنان، نهار اسود يا دكتور. الموضوع اتلحق صادر من المطابع والحمد لله. يا ريت كل المصايب صور وجرايد يا دكتور. انت حمار يا كومي؟ عايز تجيب مشكلتك زي مشكلتي؟ العفو يا دكتور، بس في الحقيقه انا حاسس ان مشكلتي انا هي اللي ملهاش حل. لانها مش مشكله اصلا يا اخوي. ايه يعني؟ شوية حرامية وطلعوا على عربية فلوس، عايزهم يعملوا ايه؟ هيفسوا العجل؟ ما لازم يسرقوها. عارف ليه؟ لأنك عبيط. ده غير بقى إنك بتشتغل من ورانا، فهي الجديد يعني. لما تعالى هنا بص، مين مجنون يبعت صور شخصية زي دي الجرنان؟ وأنهي رئيس تحرير حيوان يقرر إنه ينشرها من غير ما ياخد إذن؟ لازم يتأدب سعادتك، يتأدب. ده أنا هعلقه من ده. انا هصوره هو ومراته في اوضه النوم عشان يتقص. الغريبه ان الصور دي اتبعتت لكذا جورنال، ده الوحيد اللي اتشمل وقرر انه ينشرها. ايه؟ مش عارفين نحكمها؟ اسحب اعلاناتك من عنده يا كومي. حاضر يا فندم. وبلغ كل اللي تعرفه في غرفه الصناعه يعملوا كده، مفهوم؟ اعتبره حصل. لكن ارجع اقول العيب مش عليه. العيب على السنيوره اللي بعتت له الصور. ماشي يا رولا. هو ده الموضوع اللي سيادتك كنت عايزني فيه، ولا في اي حاجه بخصوص الموضوع بتاعي؟ ما قلت لك ده مش موضوع يا كومي. ما خلاص يا اخويا، اللي راح راح. سيبني دلوقتي وحياة ابوك. حاضر يا فندم، عن اذن سيادتك. لحظتها حسيت ان قلبي هيقف، اتجمدت في مكاني ومبقتش عارفه اتحرك. اصلا انا مش فاكره انا نزلت الشارع تاني ازاي بعد ما شفت الشقه كده. جريت على السلم ولا ركبت الاسانسير؟ نزلت علشان اكلمك. سمعت التليفون بيتاخد منك وبيتقفل، قلت خلاص انا اقف مكاني لغايه ما يجوا ياخدوني انا كمان. الدنيا كلها اسودت في وشي. لا خلاص يا رب، مفيش حاجه. وبعدين اللي حصل ده احنا كنا متوقعين، عشان كده طلبت منك تخفي الحاجات دي من عندك خالص.